السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة كده صغننة لبنوتة بيبي، يعني 3 سنين كده، يعني بنوتة صغيرة، شنطة للعيد، حاجة كده صغيرة ولذيذة في نفس الوقت، وليها طريقة كده ان هي هتتلف على الوسط، فانا حبيت ان انا اعملها معاكم. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلت لكم هي البنوتة صغيرة، فهي عرضها وطولها هيبقى صغير على قد سنها، على قد جسمها كمان. هنحضر معانا، هي عايزاها لولي اوف وايت اهو، لولي اوف وايت. هنحضر كمان حتة سلسلة عشان هنعمل الوست باللولي، وهنطوله بالسلسلة على اساس ان هي بقى حبت تطول. انت عارفين ان شغلنا بيقعد سنين وسنين، فطبعا علشان الشنطة بعد كده تنفعها ما تكبر شوية، فيبقى عندها حتة السلسلة تكبر وتصغر منها. تمام. قفل عشان تقفل منه السلسلة. جبت بقى استوبر، وجبت استوبر اللي هو المثلث، واستوبر اللي هو الصغير ده مدور، حلقات معدنية. هنشوف بقى ايه اللي احنا هنستخدمه مع بعض كده ان شاء الله. هي ورشة ان شاء الله سهلة وبسيطة، الشنطة زي ما بقول لكم صغنونة، فمش هتاخد معانا حاجة. على خيرة الله، انا بس هوري للمبتدئين ازاي تبتدي تعملي غرزة رباعية سلسلة. حاجة كده صغيرة نبتدي بيها، وبعدين انا مجهزة جسم الشنطة هنشتغل على طول بإذن الله. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اللولي هو معانا، ده مقاس 8 يا بنات، طبعا عشان هي صغنونة ما تبقاش الشنطة تقيلة عليها. على خيرة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل اول غرزة، هنحط 4 خرزات، 3 4، وهتوسطني خيطك طرفين يبقوا قد بعض. تمام. هتيجي في طرف من الخيط، هترجعي في الخرزة تاني بطرف الخيط كده، هتخشي في خرم الخرزة تاني، وتعملي الحلقة اللي انت شايفاها دي اهو، شايفة الحلقة؟ الحلقة دي انا عاملاها عشان ادخل فيها الطرف التاني عشان اعمل عقدة، شدتهم كده على بعض هيعملوا لي عقده، اهي العقده اهي في الجنب اهي، انا مش عايزاها تبقى باينه، هقوم سحبه كده الخرزه ومدخله العقده جوه. ادي اول خرزه، دي الغرزه الرباعيه، واللي مش ما تعرفهاش وما عملتهاش قبل كده للمبتدئين يعني، ادخلي على عندك الغرزه الرباعيه موجوده عندك على القناه، هسيب لكم برده اللينك في صندوق الوصف. الغرزه اللي وراها بحط 2 في طرف وواحدة في الطرف التاني، اتنين في طرف وواحدة في طرف. هي غرزة رباعية، يعني يا بنات يعني انا عايزة عدد الخرز اللي انا بشتغل بيه في كل غرزة يبقوا 4، فانا اشوف معايا بين الخيطين كام خرزة وانا عايزة اكمل كام. يعني مثلا تعالوا نشوف دي، انا هو معايا بين الخيطين اهو، ادي الخيط اهو طرف وطرف، بين الخيطين في كام غرزة، في كام خرزة؟ اهي واحدة اللي فوق دي، اهي واحدة بس، يبقى انا محتاجة 3 خرزات عشان اخليهم غرزة رباعية. تمام. فهحط 2 في طرف لان انا عايزة اعمل سلسلة طويلة، 2 في طرف، انا بشتغل بالطول فعشان كده بشتغل بالطرفين، 2 في طرف وواحدة في طرف، يبقى انا كده كملتهم الـ4. تمام. طيب انا لو خلصت السلسلة بتاعتي، لو خلصت السلسلة بتاعتي عايزة اطلع على السطر اللي وراه، وليكن السلسلة اللي انا عايزاها مثلا 4 غرز اهم، 3، الرابعة اللي هي الاخيرة انا عايزاها تطلع على فوق عشان انا عايزة اشتغل بعد كده بالعرض بقى. انا معايا خرزة بين الخيطين يبقى فاضل لي 3، هحطهم في الخيط من تحت، الخيط اللي من تحت اهو، 1 2 3، وهرجع تاني في الخرزة اهو عشان اعمل الحلقة اهي. تمام. وبعدين ادخل
ادخل الطرف التاني جوه الحلقة اللي انا عاملاها وهشد كده على نفسي عملت عقد. دخلي العقدة جوه الخرزة ما تبينيهاش، شدي الخرزة كده هتلاقي العقدة بتاعتك دخلت كده. انا هبتدي سطر جديد. معلش هو في كل مرة بعمل فيها شنطة انا بعمل الجزء ده كان ممكن واحدة تكون اول مرة تخش على القناة عندي تمام، او اول مرة تعرف اي حاجة عن الخرز، داخلة تستكشف يا جماعة، معلش واحدة واحدة داخلة تستكشف ايه ده وبيشتغلوه ازاي فيها ايه. لو انا وريها الغزة الرباعية بالمرة احببها في الشغل عشان تبتدي وتشتغل، انما طبعا اللي بيعرف يشتغل هو مش محتاج الخمس دقايق دول، بس غيرك معلش محتاجهم. انا كنت زيها في يوم من الايام ما بعرفش اشتغل خرز، كنت بستنشق على حد يفهمني غرزة تمام. انا كده طلعت على الايه السطر اللي وراء، السطر ده بقى انا هشتغل كده تمام. انا معايا برضو خرزة هحط عليهم تلاتة، مش هطول عليكم، تلاتة هم وهربط. هرجع برضو في الخرزة تاني واعمل الحلقة اللي انا قلت عليها وادخل فيها الطرف التاني بتاع الخيط وشد كده هتتكون العقدة. اشد الخرزة كده لتحت العقدة بتاعتي هتخش جوه الخرزة. طيب الغرزة اللي جنبها هدخل في الغرزة اللي جنبها كده اعد بقى بين الخيطين. معايا كام خرزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهو انا كده بين الخيطين معايا كام خرزة اعدتهم، ادي واحد ودي اتنين، معايا اتنين انا عايزاهم اربعة يبقى فاضل لي اتنين، هحط عليهم الاتنين وارجع في الخرزة الاخرانية تاني الف الخيط كده وارجع بالطرف كده تاني، هيتكون لي الحلقة اللي انا قلتلك عليها. هتدخلي فيها الطرف التاني من الخيط اللي هو تحت، هيتكون لك عقدة. شدي الخرزة لتحت هتدخل العقدة بتاعتك جوه تمام. هخش في اللي جنبيها عامل نفس الحكاية، معايا اتنين هحط عليهم اتنين وارجع في الخرزة واعمل الحلقة وادخل الطرف التاني. اخر غرزة هوريها لكم عشان بس اخر غرزة اوريكم احنا بنقلب الخيط ازاي. دي الغرزة اللي قبل الاخيرة، هحط اتنين عادي وهرجع في الخرزة اللي انا اشتغلت الاخرانية اللي انا دخلتها واعمل الحلقة دي. شايفين الحلقة عاملة ازاي؟ دايرة اهي. بعدين هدخل فيها الطرف التاني بتاع الخيط اهو وشد كده هيتكون لي عقدة. العقدة دي انا عايزة ادخلها فين؟ عايزاها تخش جوه الخرزة. هقوم ماسكة الخرزة كده بايديا وسحبها كده لتحت، العقدة بتاعتك هتدخل جوه. اخر واحدة هوريكم بس ازاي بنطلع على السطر اللي وراه وخلاص هنخش في الخرزة كده. اهو دي اخر خرزة وانا عايزة اشتغل بعد كده الدور اللي وراه، عايزة اشتغل ادوار فوق. طيب اعمل ايه؟ لو اشتغلت على دي انا مش هعرف اشتغل فوق. انت بتقلبي الشغل بتاعك كده والخيط اللي من بره هو اللي بتحطي فيه الخرز، الخيط اللي من بره ده هو اللي انت بتحطي فيه الخرزتين بقى المرة دي. بتقلبي خيطك وتحطي الخرزتين وترجعي برضو في الخرزة الاخرانية تاني تعملي حلقتك اللي قلنا عليها واطلع كده واحطها، احط الطرف التاني جوه الحلقة هتتكون لي العقدة. هسحب الخرزة كده العقدة هتخش جوه الخرزة كده. بقى انا طلعت على سطر جديد زي ما عملنا السطر اللي قبليه، معايا واحدة احط عليهم تلاتة وبعدين ادخل اتنين اتنين وبعدين اقلب شغلي كده واشتغل من الخيط من بره واحط اتنين، يبقى انا كده هطلع على السطر الجديد. دي الغرزة الرباعية بنات كده سريعا كده، واللي ما تعرفهاش زي ما قلتلك هسيبلك اللينك بتاع الغرزة الرباعية عندك في صندوق الوصف. وبرضو اللي لسه مبتدئة ياريت تتمرن على الغرز في الفوانيس الميدالية الصغيرة، فوانيس الميدالية الصغيرة هتعرفي بعدها ازاي تشتغل. انا هحط حاجة كده
عشان شغلي كده يبان. تمام، حاجة رمقة كده تبين الشغل. طيب انا هشتغل شنطة، قلت البيبي صغننة، انا هعمل العرض بتاع الشنطة 10 غرز يا بنات، 10 غرز يعني هتطلع بالظبط 11 سنتي. تمام، 10 غرز عرض، طول الشنطة هعمله 8 نسبة وتناسب، عرض 10 الطول 8، فانا عندي امام وخلف 8 و8 هيبقوا 16، وهعمل في القعدة 2 بس كفاية قوي عشان تبقاش تقيلة على البنوتة، 2 بس سطرين بس، يبقى 8 و8 16، و2 في القعدة هيبقوا 18 سطر، يبقى ده كده 18 سطر طول، وعندك 10 عرض، 10 عرض 18 طول. تمام، انا عملتها وجهزتها عشان وقتكم، وهقفل الجناب. زي ما قلنا احنا عايزين القعدة هتبقى 2 سطر بس، يبقى الجناب برضو 2 سطر، يبقى انا هنا هعمل 2 سطر وهنا هعمل في الجناب 2 سطر. هشتغل اول سطر بالطول كده، وريكي كده اهو الاول، هشتغل الاول هحط 2 في طرف وواحدة في الطرف التاني، ابقى كده عملت اول غرزة، انا عايزاهم 2، عملت اهو واحدة، يبقى انا هشبك بالتانية. تمام، كده بقى هنقفل بالغرزة التانية، هحط خرزة في الجنب في الطرف اللي من بره بتاع الخيط، بعدين ادخل كده الخرزة اللي في الجنب دي اللي في الجزء التاني بتاع الشنطة اهو، بعدين احط خرزة واربط. زي ما قلنا الطول بتاعها 8، هنزل بقى في اللي وراها في الجنب كده، هعمل معاكم جنب، وبعدين انا اشتغل في الجنب التاني كده. معايا خرزتين هحط عليهم خرزتين، بعدين هدخل في اللي جنبها دي كده، وانزل الخرزة اللي وراها عشان اعمل السطر اللي وراها. معايا كده 3 هحط عليهم 1. ننزل في اللي وراها السطر اللي وراها، معايا 2 هحط عليهم 2. واربط، هما 2 سطر بس في الجناب يدوب. نزلت على السطر اللي وراها 2، سوري احنا في الغرزة الأخرانية، خرزة واحدة
هنزل في السطر اللي وراه. اهي معايا خرستين اهو، هحط عليهم اتنين. الخرزة اللي جنبيها اهي، في الجنب كده، يبقى فاضل ايه؟ واحدة. معايا تلاتة اهو، حط عليهم واحدة تبقى اربعة. زي ما احنا ماشيين هنفضل رايحين جايين رايحين جايين كده لغاية ما الجنب بتاعي يخلص. زي ما قلتلكم هما تمن سطور بس، عملنا اربعة. نعمل واحد كمان مع بعض اهو، عشان عايزه اوريكم بس ايه القفله من تحت كمان بتتعمل ازاي. هحط اتنين، معايا اتنين، هحط اتنين. في الجنب كده يبقى معايا ثلاث خرزات اهو، حط عليهم واحدة يبقوا اربعة. اللي وراها اتنين وبعدين واحدة، اتنين وبعدين واحدة. انا حطيت خرستين اهو، وبعدين بدخل في الغرزة اللي جنبها وبنزل في اللي بالطول دي. يبقى معايا تلاتة، حط واحدة يبقى اربعة. كده عملنا كام واحدة؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. السبعة بقى والتانية التامنة اللي احنا هنقفل بيها من تحت. ننزل في البطول. حط خرز. خلاص كده عملنا السبع غرز، التامنة اللي انا بقفل بيها من تحت. هعملها ازاي؟ هنزل في الخرزة التامنة دي اهي، نزلت لتحت اهو، وبعدين باخد الخرزة اللي في الجنب دي، يعني باخد الخرزة اللي وراه. هيبقى معايا تلاتة، حط عليهم واحدة يبقوا اربعة. كده انا بشبك في القعدة. معايا تلاتة اهو، حط عليهم الرابعة عشان اقفل القعده تحت. طبعا زي ما قلنا هما خرزتين، فكده بالنسبه للخرزه الثانيه كده اتقفلت معايا، بس انا مش هسيبها كده، هلف واربط عشان برضو يبقى الخيط كله فيها.
هلف كده برضو واربط. بس طبعا مش هنحط اي خرز ولا حاجة، هي اهي موجودة الاربع خرزات اهو موجودين. نعدل اللي قبلها اهو، اربط بقى كده ايه ربطتين بتوعي عشان امتن الجنب بتاعي. ادي ربطه وادي التانية، وادخل العقده جوه الخرزه بس كده الجنب بتاعي تمام. توه بقى الخيط بتاعنا، يبقى كده الجنب بتاعي هنا كده تمام خلص. وهنعمل بقى الجنب التاني، وبعدين هرجع اقول لكم هنعمل ايه لان لسه فيها حركات تانية. تمام كده قفلنا الجناب، هنعمل بقى غطا للشنطة. تمام غطا للشنطة من الاول للاخر، مش هنسيب حاجة، العرض كله هيتعمل منه غطا للشنطة. معنا غرزة خرزة اهي هنحط عليها تلاتة، طبعا انا عندي سطرين اللي هما تقفلت الغطا من فوق، وبعدين هننزل على تحت نعمل نقول مثلا ثلاث سطور، يبقى مثلا هنعمل خمسة او ست سطور، هنشوف واحنا بنشتغل ايه المناسب. سطر اهو من اول العرض كله، كمل السطر كله رباعي، نخش في خرزة نحط خرزتين. السطر كله رباعي
فاضل غرزة زي ما قلت لكم. انا هعمل الغطا من اول الشنطة لاخرها، مش هسيب ولا غرزة. تمام اهو عملنا سطر مع بعض. اهو من الاول للاخر الظهر كله. تمام انا هعمل 5 سطور وهشوف اذا كان ال5 سطور مناسبين ولا لسه عايزه تاني، وهرجع اقول لكم انا عملت ايه. الغطا بتاعنا طلع 6 سطور، 6 مش 5 بنات، ها 2 فوق للفتحة بتاعت الشنطة، والاربعة دول هينزلوا كده، يبقى الغطا كده تمام، كده شكله مناسب. اللي هنعمله دلوقتي هنركب المغناطيس. ده شكل المغناطيس اللي احنا بنركبه، بيبقى معاه 2 من دول كده. تمام تمسكي واحدة فيهم وبتدخلي تجيبي قطعة كده خيط زي نص متر، هتدخلي في الخرم اللي في النص ده كده وتوسطني الخيط بتاعك، وبعدين هتدخلي في الخرم الطويل المستطيل ده من تحت لفوق اهو بطرف الخيط من تحت لفوق، بتعملي حلقة، وبعدين الحلقة دي بتدخلي فيها الطرف تاني عشان تعملي عقدة اهي. الناحية التانية بعملها نفس الحكاية، بس المرة دي الخيط عندك من تحت، فانت هتدخلي في الخرم الطويل ده من فوق لتحت. بعمل الحلقة برضو، وبعدين بدخل الطرف جواها عشان اعمل العقدة. بحضر نفس المقاس بتاع الخيط اللي انت عملتيه تاني. احنا بنعمل الخيط على هيئة علامة زائد، بتعملي من الجنبين ومن فوق ومن تحت. هتدخلي في الخرم اللي في النص تاني بالطرف التاني بتاع الخيط التاني، هتوسطني خيطك برضو زي ما عملتي. هنا ما عنديش خرم طويل، طب اعمل ايه؟ هتلفي وتدخلي في الخرم اللي في النص تاني من تحت اهو لفوق في الخرم اللي في النص تاني، وهتعملي الحلقة بتاعتك، وبعدين هتدخلي بطرف الخيط التاني اهو اللي انت دخلتي بيه، وهتعملي برضو عقدة. اقلبي لفوق تاني في نفس الخرم اللي انت دخلتي فيه، هتنزلي فيه تكوني الحلقة اللي احنا قلنا عليها. اهي هترجعي الطرف تاني جواها جوا الحلقة كده عشان تعملي العقد. كده بقى عندي 4 طروف خيط، 2 بالعرض و2 بالطول. تمام هتجيبي المغناطيس بتاعك، وعندك الحدتين اللي موجودين دول الطوال دول هيدخلوا في الاخرام الطويلة دي اهم، هتتكي كده بايدك على القطعة وتطلعيها لبرة اللي هي الطويلة دي، والتاني واحدة نفس الحكاية هتطلعيها لبرة كده. كده ثبتت القطعتين على بعض. في الغطا بقى بتاع الشنطه اللي فوق هنثبت فيها قطعه المغناطيس دي. انا عايزه اثبتها في تاني غرزه من فوق، تاني غرزه من فوق. انا عندي كام غرزه فوق هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هتيجي في النص 1 2 3 4 5، والنص بتاعك اللي هو 6. الحمد لله.
هنثبت قطعه المغناطيس في النص بالظبط. ادي غرزه وادي التانية، انا عايزه اثبتها على التانية اهي. انا دخلت اهو في الخرزه اللي في النص اللي هي بالعرض دي، انا عملتها في تاني غرزه من فوق. تمام، الخيط اللي في الجنب اللي ناحيه اللي انت دخلتيه ده اهو، الخيط اللي في الجنب ده اطلعي بيه في الخرزه الطويله اللي بالطول دي. او لفي كده قبل الاتنين ببعض اللي هي اللي فوق اللي انت عملتيها، نزليها كده واربطي الاتنين. انا اهم حاجة عندي ان انا الخيطين يقابلوا بعض واربطهم، خيطين من هنا هيقابلوا بعض يتربطوا، والاتنين التانيين يقابلوا بعض من الناحية التانية ويتربطوا، بس ابقى انا كده ثبتت من الاربع جوانب. تمام، دخلي بقى العقدة بتاعتك في الخرزة في النص. تمام، ادي اول جنب كده خلاص. تمام، هتوهي خيطك وخلاص كده بقى متين. الناحيه الثانيه زي ما قلنا انا عايزه الخيطين يقابلوا بعض ويتربطوا. هنا مثلا الخيط اللي في الجنب ده نزليه من الجنب من الخرزه دي الثانيه اللي في الجنب دي اهي، نزل اهو. والخيط اللي من تحت ده خليه في الغرزه اللي في اللي هي الايه الخرزه اللي من تحت دي اللي بالعرض. اهم حاجه ده وده يقابلوا بعض ويتربطوا بس، ملهاش قاعده. بس كده هم الاثنين قابلوا بعض اهم في الجنب وهيتربطوا. هدخل بقى العقدة بتاعتي في النص وشدها وتوه الخيط وخلاص كده. تمام، المغناطيس بتاعي ثابت حديدة. الناحية التانية نفس الحكاية، اللي عملته في ده هعمله في ده، هركبه انا بقى. توي خيطي واقص. اربع طروف خيط كلهم بيتوهوا وخلاص.
بس كده المغناطيس تمام. زي ما قلنا هنعمل الناحية التانية زيها بالظبط بنفس الطريقة. يبقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي كده اليد، نعملها مع بعض تبقى كده الشنطة تمام خلصت. كنا قلنا ان احنا ممكن نشتغل بالاستبر المثلث والاستبر التاني الصغير. طيب اللي ما عندهاش استبر هتقف؟ لا مش هنقف. تعالوا نشوف هنعمل ازاي من غير الاستبر بتاعنا. هاتي السلسله اللي انت هتشتغلي بيها، السلسله اللي انت هتطولي بيها الجناب ودخلي فيها طرف الخيط تمام، هنركب عليها كده على طول. وهجيب خرزه ادخل في الطرفين الخيط في الخرزه، اهي خرزه واحده تمام. بعدين هحط اتنين في طرف وواحده في طرف. كده انا شبكت السلسله من غير ما احط الاستبر ومن غير ما احط كل اللي احنا قلنا عليه ده، عشان اللي ما عندهاش تعرف تشتغل. اشتغل بقى السلسله بتاعتي بالمقاس اللي انا عايزاه. سلسله اتنين من هنا وواحده من هنا، اتنين من هنا وواحده من هنا، بطلع سلسله بالمقاس اللي انا عايزاه. انا هعملها مثلا 10 غرز من الجنب ده و10 غرز من الجنب ده. زي ما قلنا هي البيبي مش المقاس مش كبير. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، كملهم 10.
كده 9 10 بقى ممكن في الشنطة متبقاش كبيرة على البنوكة. تيجي بقى من الظهر كده نشبكها بقى في الشنطة نفسها. ممكن مثلا نحطها في الثالثة في ثالث غرزة منظمة. هحط خرزة في الخيط وبعدين تالت غرزة 1 2 وادي التالتة اهي هنزل فيها. عايزه بقى ربطه حلوه عشان ما تتفكش. ربطه كمان نمتنها. طبعا ديت فلازم تقابلي الخيط تاني وتربطيه تاني عشان تبقى متينة. بس احتويلي بقى خيطك بعد كده خلاص. نعمل الناحية التانية نفس العدد بس هيبقى فيه القفل. الناحية التانية من اليد قلنا هنحط فيها القفل زي ما عملنا. هندخل طرف الخيط كده في القفل عشان
عشان اللي ما عندهاش استبر ما عندهاش الحاجات دي ما تقفش تعرف تشتغل. الخيط برضو هيبقى بالنص كده وادي القفل اهو محطوط. هحط خرزة في الطرفين، الطرفين يخش فيهم خرزة واحدة، يبقى انا حبست كده القفل بتاعي. تمام. هشتغل بقى سلسلة رباعية عادي، اتنين في طرف واحدة في طرف، تسعة، وهشبكها بالعشرة زي ما عملنا في التاني. هنكملهم تسعة. اتنين في طرف واحدة في طرف، هكملهم تسعة ونرجع نشبكهم مع بعض. عملنا تسعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، وهنقفل برضو بالعشرة زي ما عملنا في نفس المكان. هنا عملنا في تالت غرزة من الجنب، هنا برضو هنعمل في تالت غرزة. واحد اتنين، دي التالت. حط خرزة، حط في الطرف التاني خرزة واربط. هعمله ربطة كمان عشان هي بتبقى متينة، ودخل العقدة بتاعتي في نص الخرزة. تمام. توهي بقى خيطك وبرده نربطه كمان مرة زي ما عملنا هنا نعمل هنا. طبعا هي الشنطة تنفع اي حد، يعني في مش بيبي بس، يعني في بيعملوها كده يلبسوها كده ايه للموبايل بس. كبري طبعا الحزام على قد اللي هتلبسه. اربطي بقى كمان مرة، توهي خيطك وتمام او كده. ندخل العقدة برضو في نص الخرزة. استويه بقى يمين وشمال وخلاص على كده.
قصي بقى الخيط بتاعك كده اهو، تمام. ادي شكل الشنطه.